في الستينات وتحديدا في 1966 ظهر مصطلح اسمه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، والموضوع كان على يد الشيخ أحمد الكومي اللي عمل مذكرة للطلبة أو لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، سماها المذكرة دي التفسير الموضوعي، وطبعت في كتيب في السبعينات. بعد كده الموضوع اتطور وخد شكل تاني على يد الشيخ تقريبا عبد الله دراز، تقريبا الدكتور جمال عبد الستار ممكن يصحح لي، لكن الموضوع اتطور كمان اكتر وظهر هذا الكتاب الجيد اللي هو كتاب ده اللي في ايدي ده. طب ما هو في ايدي اهو يا جماعه. الكتاب اسمه نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الراحل محمد الغزالي. في الكتاب ده ازاي تعامل الشيخ محمد الغزالي، الكتاب صدر معرفش صدر امتى، استنى اقول لك صدر امتى. طبعا الاولى كانت سنه 95 اللي هي دي، لكن انا هحكي لكم ليه. ما خلينا مع الدكتور او نطبق عملي مع الدكتور جمال عبد الستار. دكتور جمال اهلا بحضرتك. محمد ومشاهديك الكرام وكل عام طيبين. هو انت اخترت سوره النور، انا ما اعرفش ليه بصراحه، بس انا قالوا لي ان الدكتور جمال اختار سوره النور. لكن انا قبل ما نتكلم على اختيار حضرتك، في اختيار حضرتي، ما حضرتي برضو له اختيار. صحيح انا مش بتوع دين، يعني مش بتوع فقه وحاجات كده، لكن برضو اهو ربك بيرزق يا دكتور جمال. ده شك. عندي سؤال مقرقني فاسال السؤال واخد الاجابه وبعدين نتكلم على اختيار حضرتك. طيب انا صور في كتير في القران الكريم صور زي مثلا فيها امر كده قل، حضرتك ممكن تفكرنا باي حاجه، اي صورة فيها قل؟ قل هو الله احد، قل عز الناس، قل عز بالفلق مثلا معوزين، قل يا ايها الكافرون مثلا. طيب دي مثلا قل. السؤال بقى عندي هنا الدكتور جمال فصل؟ نعم لا موجود. لا انا موجود. السؤال عندي هنا يا دكتور جمال، قل دي الخطاب هنا موجه لسيدنا محمد ولا للمؤمنين كلهم لحد يوم القيامه؟ قل في الاصل في القران هو نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في قاعده شرعيه ان عبره بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، بمعنى ان مفاهيم القران ممتده الى القطع وليست خاصه الا مختصه بالنبي. الصوت بايظ عندك يا دكتور جمال وبيقطع كده، لو حصل تاني هنوقف لانه لازم بس عشان توصل فكرتك. اتفضل يا دكتور كده. طيب ضيف تاني يقول لي نحاول. لا الصوت مش مظبوط، انا بالنسبه لي وانا كاول مستمع او مشاهد ليك الصوت مش مظبوط. طيب اذنك تعطي دقيق بس. طيب بعد اذن الكابتن علي. طيب بعد اذن الكابتن علي المدرب بتاعنا. دقيقه واحده. طيب يا فندم بعد اذن الكابتن علي. ليه بقول بقى سألت السؤال ده؟ لأنه في بعض العلماء لفت نظرهم أنه يعني لم يوجه أمر الرسول أنه توب، ولكن اتوجهت له أوامر زي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق إلى آخره. فأنا شغلني هل لأنه كان في فيديو لل عقيد معمر القذافي كان قال فيه انه قل هو الله احد دي لسيدنا محمد، فاحنا نقول الله احد على طول مع نفسه كده. يعني العقيد معمر القذافي من ضمن تفسيراته يعني ان احنا ليه نقول قل هو الله احد، لا نقول الله احد. والله شفت له فيديو كده، فيديو قديم قوي، فالراجل كان يعني كانت عالية معاه شوية يعني. فأنا مع العالم اللي قال إنه ربنا أمر سيدنا محمد أوامر عن طريق قل، لكن ما قالوش توب، فأنا احترت يعني قل دي هل هي موجهة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا
لعموم المؤمنين أو المسلمين إلى أبد الآبدين. فأنا بس ده السؤال اللي خطر على بالي أني أوجهه للدكتور جمال عبد الستار. وأنا أنبه أو أنوه مرة ومرات بإني ليس لي علاقة بالدراسات الإسلامية خالص، هي محاولة بس مني أني أفكر وأطرح أسئلة ولا يوجد اعتراضات. صحيح شكلي مش لايق على الفقرة الدينية كما يرى البعض، لما يعني في الآخر أنا مسلم وفي الآخر عندي عقل وبفكر، وطالما أنا ما أعرفش فأنا بسأل أهل الذكر، إذا أصبت كويس، إذا أخطأت هم اللي صوبوني بقى. وإن كنت أنا من محبين القرآن الكريم ومن محبين التدبر في القرآن بقدر علمي اللي هو قد كده، فساعات بتطلع الحكاية كويسة وألاقي نفسي كويس بشهادة الأساتذة، وأنا لا أستطيع أن أحكم على نفسي بإني أفكاري في هذا المجال القرآن الكريم كويسة أو لا، أنا ما أقدرش أحكم. ولكن أنا بخاف فبرجع للأساتذة المختصين في هذا الأمر، إذا صوبوني كان به، ما صوبونيش خلاص. خلونا نطلع فاصل قصير ونعود مرة تانية عندما يتم إصلاح العطل، المشكلة اللي عند الدكتور جمال مش عندنا احنا. معلش الدكتور جمال عبد الستار بيعتذر لأن العطل عنده، لكنه أتمنى يكون العطل خلص عند الدكتور جمال. دكتور جمال معايا حضرتك؟ ان شاء الله يكون العطل انتهى، واعتقد هذا العطل يعني اصبح ان شاء الله. طيب نرجع، كنت بقول تاني، انا كنت بقول للناس وحضرتك مش موجود انه انا شفت فيديو لمعمر القذافي كان بيقول احنا في مشكله بنقول قل هو الله احد، قل دي للرسول، احنا مفروض نقول الله احد. نعم نعم احنا كنا بنجاوب على السؤال حضرتك بدات ان ترى بعموم اللفظ فقل، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو خطاب لكل مسلم بعد ذلك. طيب يعني هو كان خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن بأصبح لكل مسلم بعد ذلك، صحيح كده يا دكتور؟ كل مسلم بعد ذلك مطلوب منه يقول هو الله أحد، قل عز بالفلق، قل عز رب الناس، قل يا أيها الكافرون، كل القرآن أو كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، إلا ما كان خاصا به كموضوع الخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أمور تحت في البند اسمها خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، لكن الأصل في القرآن أنه لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة. طيب ده كان سؤالي، كتر خيرك وربنا يجزيك كل خير. نعود إلى التفسير الموضوع القرآن الكريم. كنا اتكلمنا أنه الشيخ عبد الله الكومي كان عمل مذكرة أو كتيب اسمه التفسير الموضوعي، ثم في مقدمة كتاب الشيخ الغزالي نحو تفسير موضوعي اللي معايا دلوقتي بيقول كمان أن الشيخ عبد الله محمد عبد الله دراز تناول سورة البقرة في كتاب النبأ العظيم، اسمه النبأ العظيم، وهو أول، هو بيقول هو أول تفسير موضوعي لسورة كاملة. نعم. ما الفارق بين بالأول تاريخيا، ما الفارق بين تفسير الشيخ عبد الله الكومي والدكتور أو الشيخ محمد الغزالي، وكيف لم يأتي في المقدمة، في مقدمة كتاب الشيخ الغزالي اللي هو كاتبها بنفسه بالمناسبة، لم يأتي على ذكر كتيب عبد الله الكومي؟ هو الشيخ عبد الله الكومي كان بيتكلم بدايات التفسير الموضوعي، ومش بيتكلم عن تفسير الموضوع للصورة، مثلا كلمة الأمة في القرآن فاسمها موضوع في القرآن، فيجمع كلمة الأمة في القرآن ويتكلم عنها، كلمة مثلا زي ما كنا حكيتنا مع بعض الصبر في القرآن الكريم، التقوى في القرآن، الآيات كلها لفصلها ويقسمها لمقدمة والنتيجة، وموضوع متكامل، وده ما هو القرآن الكريم، ده اسمه تفسير موضوعي في القرآن الكريم. في تفسير موضوعي للصور، وده اللي جديد، ده اللي طرح جديد بداية الشيخ دراز رحمه الله نموذج في البقرة. كل صورة كما قال الشيخ سيد قطب، قال إن كل صورة شخصية عادية لها مواصفات، زي أنا اسم جمال لي مواصفات، حضرتك زي اسم محمد نصر مواصفات،
وكل واحد له شخصية. فالقرآن لا شخصية لها موضوع. أنا برضو أنت عندك مشكلة في النت يا دكتور جمال، يبدو أن في عندك مشكلة في النت، لأنه أو ممكن تبقى تليفون يمكن أسرع يمكن أحسن، نحاول نجيبه تليفون يمكن أسرع، لأن أنا الحقيقة الدكتور جمال مش عندنا العيب ده، ده عند المكان اللي فيه الدكتور جمال، واضح أن النت فيه مشكلة. طيب على كل حال، كان الدكتور جمال بدأ يتكلم عن فكرة التفسير الموضوعي لسور القرآن، وده كتاب الشيخ محمد الغزالي اللي أنا اشتريته من أحد المعارض الكتاب الحمد لله يعني، والحقيقة أنا مستمتع بيه جدا، أو استمتعت بيه فترة طويلة جدا. وهنبدأ إن شاء الله لما يجي مع الدكتور جمال، لأنه نستعرض مع الشيخ جمال رؤيته هو، دي اللي في الكتاب ده رؤية الدكتور أو الشيخ محمد الغزالي، فرؤية الدكتور جمال عبد الستار مش هتختلف كتير، لكن هتبقى فيها ربما إضافة أو أنه يلقي الضوء على أشياء لم يلتفت إليها الشيخ محمد الغزالي، بس ده لحد ما يجي. ما عرفش احنا حظنا. دكتور محمد أهلا، دكتور جمال أهلا بحضرتك مرة تانية. مرحبا بيك يا محمد، وبأكد اعتذاري لكم المشاهدين، لكن أنا فعلا على سفر وأصدت أن لا أعتذر عن الحلقة لأننا مشتاق إلى الجمهور وإلى حضرتك، لكن حاولت في السفر أن أنا أوفر نت مناسب لكن لم يتيسر. واضح ان انت بتسافر حتة غريبة جدا. انما بمناسبة الكتاب ده، الشيخ عصام فعلا اداك كتاب عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم حاجة زي كده او بنفس العنوان ده؟ الشيخ عصام مين؟ الشيخ عصام تليمة يعني مش فاكر لك. هو بقى مش فاكر، دي بقى زعل الشيخ عصام منك دلوقتي، لكن ما علينا، هو اللي قال لي بالمناسبة يعني ما علينا. طيب أنا كنت بقول دلوقتي إن حضرتك ممكن يكون ليك أو تلقي الضوء أضواء أخرى على سورة النور اللي هي أنت اخترتها، اللي هي بعد سورة المؤمنون وقبل سورة الفرقان، مظبوط كده يا دكتور؟ وأنا كنت بدرس التفسير الموضوعي في كلية الدعوة الإسلامية من 17 سنة. ياه. نعلي الصوت شوية يا جماعة هنا. بقول لحضرتك أنا كنت بدرس التفسير الموضوعي في كلية الدعوة من ما يقرب من 17 سنة. ما شاء الله. طيب اخترت سورة النور يا دكتور. اخترت سورة النور كنموذج عجيب جدا جدا جدا. وأولا أنا بأشكر حضرتك إنك اخترنا في هذه الإطلالة إن إحنا هنتكلم التفسير الموضوعي للصور، لأنه فيه من الخطورة بمكان والحاجة الماسة إليه بمكان، لأن الناس كتير مهتمة بالقرآن لكن مش مدركة الرسالة الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها. سورة النور دي عجيبة. سورة النور هي الوحيدة اللي سميت بهذا الاسم، والاسم ده مش اعتباطي، ده الاسم ده ربنا اللي حدده. وهي سورة النور السورة التي حملت في قلبها مسمى النور، الله نور السماوات والأرض. الصورة دي عجيبة يا أستاذ محمد، إن ربنا بدأها بصورة، كلمة صورة، مع إن القرآن كله صور والقرآن كله مفروض، لكن بدأها بصورة أنزلناها وفرضناها. فالصورة دي حملت في قلبها النور، وبدأت بقوله تعالى صورة أنزلناها وفرضناها، يعني مش أداب ولا مجرد أخلاق، لا ده منهجية الصورة دي فرض على الأمة. بمعنى إن الأمة من غير صورة النور هتبقى في ظلام. والصورة دي الوحيدة اللي في القرآن اللي ضمنت للأمة التمكين في وسط الصورة دي، قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالأمة موعودة بالتمكين في هذه الصورة، الأمة مفروضة عليها منهجية هذه الصورة. الصورة دي اللي أشارت إن القرآن نور وأن الله نور وأن الرسول نور وأن التشريع نور. فآخر الصورة دي حاجة عجيبة، إن ربنا ختم في الآية في آخر الصورة قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الأمة إذا ما مشيتش بمنهاج صورة النور الأمة دي لن تنجح، فإما أن تصاب بفتنة أو تصاب بعذاب أليم. الأمة من غير صورة النور في ظلام،
على المستوى الأخلاقي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الديني، على المستوى السياسي، لن تحقق الأمة نور في حياتها إلا مش بصورة النور، بمنهجية صورة النور. إذن صورة النور مش مجرد آداب اجتماعية، خريطة لهذه الأمة للتمكين. لما جيت أنظر في الصورة دي لقيتها لا، ده خريطة محكمة كيف تحقق الأمة التمكين وكيف تعود الأمة إلى النور لربنا وعدها. طيب دكتور، يعني هل تكرار كلمة النور أو نور الله، هل ده سبب تسمية السورة بسورة النور؟ طبعا مسمى سورة ربنا قال فيها قال الله نور السماوات والأرض فيها، ودي أصل، وتكرار كلمة سورة النور. لكن الأهم من كل ذلك إن المنهج اللي فيها هو النور. أيوة. الأمة تتمكن بهذا النور، الأمة ترتقي بهذا النور، الأمة تخرج من ظلمات التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاجتماعي بمنهجية، فهذه نور الأمة. بمعنى أن الأمة من غير سورة النور في ظلام، الفرد من غير أحكام سورة النور لا يمكن أن يكون منيرا، سيكون مظلما. ولو ما نيجي نعيش مع الصورة مع بعض سنجد دلائل الكلام اللي أنا بقول لحضرتك عليه. ما احنا مش هنعرف نعيش مع الصورة والناس شايفاني كده على الشاشة يعني طول الوقت، ده حتى الناس تمل. لكن أنا بعتذر. لا لا يا فندم، مفيش اعتذار ولا حاجة، هي ظروف خارجة عن إرادتك. لكن يعني أصلا ما عندناش معادل بصري غيري، فهيفضل حاططني على الشاشة كده وحضرتك غايب عننا. أنت حاجة جميلة يعني أستاذ محمد، يعني نعم أنت حاجة جميلة برضه يعني تكفي إن شاء الله. ربنا يجبر بخاطرك. طيب يا دكتور، لكن سريعا سريعا برضو في السبع دقايق اللي جايين دول، سريعا كده، يعني لفت نظري ان في سورة النور، ان السورة حضرتك بتكلم على نور مادي ولا نور داخلي معنوي؟ لا، نور معنوي، نور معنوي فكري، ونور معنوي تمكين، ونور معنوي هداية، ونور معنوي استقامة، ونور معنوي خروج من ازمات، ونور معنوي ريادة للأمة، ونور حقيقي في واقعها، مش مجرد إنارة، لا، اللي هو أعظم من ذلك، أعظم من الإضاءة الشكلية، الإضاءة الحقيقية في الأرض. طيب في تأويلك أو في مخيلتك، نعم، ما الحكمة من إيراد وقعة الإفك على ما أتذكر في سورة النور؟ هي نموذج من نماذج اللي بتقابل الأمة من تحديات. لأني هقول لك يا أستاذ محمد، الصورة دي كما وعدت الأمة بالتمكين ما تركتهاش كده، ده قالت لها كيف يكون هذا التمكين ووضعت خريطة هذا التمكين. لما عشت مع الصورة دي لقيت فيها أربع حاجات، أربع مراحل: صفات الفرد المستحق للتمكين، صفات الأسرة المستحقة للتمكين، صفات المجتمع والأمة المستحقة للتمكين. ما فيش ولا آية في الصورة برا هذه المراحل، ولا آية، فالصورة كلها خريطة محكمة لتمكين الأمة على المستوى صفات الفرد نفسها الذي يستحق التمكين. وأول صفات الفرد ده، وده يمكن نتكلم فيها إذا قدر الله تصيد، إن القرآن بدأ بموضوع العفة، والعفة دي مكون أساسي في البني آدم المسلم. العفة، العفة بمعناها العام، الاستغناء بمعناها العام، والعفة، والعفة دي عندنا في الشرع، لأن ربنا خلق فينا شهوة وجعل لهذه الشهوة مخارج شرعي، فالعفة تتحقق، أصلها لا تتحقق إلا بالزواج. ولذلك القرآن شرح في موضوع الزواج وفصل في هذه الصورة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن من فصل في صفات الفرد المستحق للتمكين وصفات الأسرة، وجاب لنا نموذج الأسرة، ويمكن يعتدى على هذه الأسرة بحدث الإفك أو بالقذف أو بالإفك أو بالكذب أو باتهامات كثيرة تتحقق بالأسرة، لأن الأسرة عظيمة جدا، والصورة دي عطت للأسرة قيمة ضخمة جدا لازم نعيشها، واهتمت بالأسرة قبل بنائها. أثناء يعني تعرف ساعة واحد يبني بناء كده من المجسات، فقبل ما تبني الأسرة قال له الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، في بناء الأسرة مكون ضخم جدا، وكيف يحافظ عليها وكيف وضع لها حدود وضوابط، ثم بعد ذلك المجتمع. فحديثة الإفك إنما هي فقط لذكر أحد تحديات
الأسرة التي يجب أن تقوم كما رسمت لها سورة نور. طيب دكتور، في أول السورة زي ما ذكرت حضرتك الرب العزة بيقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. في ده واحد السورة إذا حضرتك قلت لم تبدأ آية في القرآن أو سورة في القرآن قصدي بهذه البداية إلى سورة النور. في الآية 34 وصفت هذه الآيات بأنها مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نعم. تأجل وصف أو صفة هذه الآيات أو وظيفتها إلى الآية 34. ده منهجيات القرآن في الاستدلال، وقال إنها آيات بينات، وذكر بعض هذه الآيات البينات سواء في موضوع الأسرة، في موضوع الزواج، في موضوع الزنا، وأكد بعد كده آيات بينات. لكن كمان بمعلم المعالم دي إنه أكد في السورة دي إن كل المراحل دي هي من رحمة من ربنا، فقال قل بفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، تكررت 4 أو 5 مرات في السورة بين كل تشريع والآخر. إذا هذه الدلالات بتقول إن المنهجية أو الخريطة اللي وضعها ربنا للأمة لكي تتمكن، مش محتاجين حد وضع لنا خريطة، خريطة موجودة، وأي خريطة غير سورة النور لا يمكن إن الأمة تنجح مرة أخرى، إنما هي بينات مش محتاجة افتكاس ولا حاجة، ده واضحات إذا لم تستقم بها الأمة يبقى الأمة اللي مهملة، لأن ربنا ما قصر بيّن لها الصورة غاية البيان. ولما يتيسر يعني يعيش معها هتستشعر وكأنه والله وكأن تلك الآيات نزلت اليوم بتعالج مشاكل اليوم، المشاكل الأسرية اليوم، المشاكل الجنسية اليوم، ومشاكل الاجتماعية اليوم اللي احنا بنعيشها بتحلها صورة النور بمنهجية، مش بكلام ومجرد قصص، بمنهجية بتسلم بعضها لبعض، وده الإعجاز في صورة النور أو الإعجاز في القرآن الكريم. طيب يبقى بس عشان نرحم الناس شوية من صورة اللي على الشاشة دي، يبقى بعد إذنك نأجل الحوار للأسبوع القادم، تبقى الظروف أحسن طيب، والناس تشوف حضرتك وانت بتشرح وترتاح شوية من طيب أنا بكرر اعتذاري. لا يا فندم أنا لا يا فندم احنا اعتذارك مقبول، ولكن احنا بنعتذر للجمهور عن هذا العطل الفني، وبشكر الدكتور جمال عبد الستار. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم لاستكمال التفسير الموضوعي لسورة القرآن الكريم في رؤية أو تصور الدكتور جمال. شكرا دكتور جمال. كمان أنا بعتذر زي الدكتور جمال عن أنه ما لقيناش معادل بصري يتحط على الشاشة غيري في هذه الفقرة، فربنا عافاكم. وخلينا نختم دلوقتي ختام بدري، لكن يعني مجبرين على ده لأنه في عطلة عند الدكتور جمال أو في مشكلة في النت عنده. إلى أن نلتقيكم يوم الحد إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.